السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. طيب خلونا نجي على احنا لما نشتغل بالراوتينج أعرف كل الزين انه الراوتينج مكانه وين؟ مكانه واحد اللي هو App Module، صح؟ هذا فيه يكون الراوتينج. لاحظ هنا نحتاج نعمل copy، هذا نعمله فارزة Enter ونعمل واحد جديد. هذا الما راح يكون، هذا راح يكون لل person، لان احنا نريد يذهب لمسار ال person وليس البيرسونز، اوكي؟ بيرسون. في البيرسون وين يتجه؟ يتجه لنقطتين الاي دي، اوكي؟ اللي هو كومبوننت، وهذا الكومبوننت وين راح يذهب؟ طبعا ما يذهب للاد بيرسون، مفروض يذهب لبيرسون كومبوننت، صح؟ اذا الكومبوننت مالته حتكون بيرسون كومبوننت. خلينا نجي نعمل هنا سيف، خلينا نشوف. هسه راح يظهر عندنا الاسماء. سلام، اتس ورك. لاحظ فوق في الاعلى 4000 الاي دي، اها، واخذك الى من؟ الى بيرسون. ممتاز، انت الان بالبيرسون ورك، معناته انه انت صحيح، ما عندك اي مشكله. يبقى شيء اخر ممكن نعملها، ممكن نضيف فلاش مسج لما نجي نعمل لوج اوت لوجن، يظهر ان انت عملت لوج اوت ولوجن. هاي امور نحتاج نجي للبيرسونز مرت الاخ. وين راح نعملها هذا؟ هذا ايضا شغلها في لما نريد نعملها this one. لاحظ هنا ممكن نجي نعمل import ونقول عليه مثلا فلاش مسج module، حلو، ونقول له from angular 2. ممكن ناخذ نستعين بالباكج، باكج جيسون، نتأكد. هذا angular 2 flash messages، او يس. طيب نرجع هنا نقول له تاخذه من هذا المسار. يا ويلي، هذا نسخه كله. طبعا اعتذر، اين انت؟ هذا لاحظ كنترول سي، تعال كنترول في، تمام، تاخذه. طبعا لا تنسى الفارزه المنقطه، اوكي. طيب بعد ما عملنا لازم نذهب للامبورت، احنا نعرف اي شيء نعمل امبورت من هناك، لازم ننزل للاسفل ايضا نعمل امبورت. في الامبورت احتاج شو؟ احتاج الى هنا عندنا اول شيء احتاج الى، لاحظ ظهر اوتوماتيكيا اللي انت عامل له امبورت، اوكي. بس لا تنسى هنا لازم فارزه حتى يختفي هذا الايرور. اخر واحد مش محتاج فارزه، اوكي، هذا اللي تحتاج انت. خلينا نجي نعمل هنا سيف. طيب احنا وين نريد يظهر؟ يظهر في الناف بار، اوكي، في الناف بار. لو نجي على اغلق الاشياء اللي كملناها، ناف بار كومبوننت تي اس. طيب بالناف بار كومبوننت تي اس نريد نخلي الفلاش مسج. خلاص لما تريد انت تخلي الفلاش مسج مفروض من عندك انه تعمل امبورت للفلاش مسج. نجي نعمل هنا كوبي، وين كان؟ بالناف بار كومبوننت. نجي نعمل هنا انتر بيست. الان عندك هذا موجود. طيب كيف راح استخدمه؟ بسيط، انت مو عندك لوجن لوج اوت، خلاص تجي هنا، هنا عندك this هذا، اوكي. تجي تقول له مثلا this dot this log out this flash
شو هعمل بوز بسيط لان ظهر انا عندي ايرور ورجعنا لكم. عرفت الغلط هنا المشكله وين كان فلاش مسج؟ مفروض هذا نعرفه في الكونستراكتور. اوكي فاريزا فلاش مسج راح شي يكون فلاش مسج عفوا فلاش مسج وينك 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 لا ما يصير يكون فلاش مسج ماجل. هنا نحن عدنا غلط لان هذا مفروض يكون فلاش مسجز نريد احنا من عند السيرفيس سيرفيس. اوكي هذا حيكون في هذا المكان. لاحظت كيف؟ طيب احنا فلاش مسج سيرفيس احنا كنا نريد من عنده which is perfect. ما تصور عندي خطا اخر. نو ننزل للاسفل. هذا الفلاش مسج اللي احنا استخدمناه نقدر نستخدمه هون. بس ليش طلع عندنا ايرور؟ لانه احنا نريده من الانجولار جي اس فلاش مسج. منين ماخذه؟ ماخذينه من الانجولار 2 فلاش مسجز. اوكي تمام. خلنا نعملها public. تمام لاحظ public مهم جدا انه هذا يقراها لانه اذا ما عملت public مش هيقدر يقراها داخل. من تعملها public يقدر يقراها من اي مكان. فهنا أنا لهذا مكان يقرا لنا عندنا الفلاش مسجز. حلو اذا يبقى علينا انه احنا نعمل show نظهر شنو. مثلا نقول له قوس طبعا فارز منقطة نقول له text you log it out مثلا بهذا الشكل save. اوكي طيب الان احنا عندنا هذا موجود نعمل refresh مرة اخرى. اوكي يلا 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 اوكي طبعا هذا بياخذ لانه بيعمل synchronize مع الفايربيز. الان راح يظهر البيانات. نجي نعمل log out. ظهر عندي خلل. لازم الخلل هنا لو نجي نعمل هنا مثلا يمكن دي يحتاج الى تايم اوت نحدد بيها تايم اوت. اوكي تايم اوت حدده مثلا 4000. شو المشكلة؟ نعمل سيف. وهنا عندنا مشكلة كبيرة apply من اين اتى؟ هذا كافي جدا سيف ساين اب. ما عملنا لك ريفرش. هيا بنا اوبس في عندنا مشكلة في الارجيومنت. طيب اعمل هذا كات واعملها سيف. تمام لا في 19 و 29 في الناف بار 19 28 ماكو شيء ناف بار هنا دوت.
دوت موجود، هو الشو وموجود في هذا القوسين فقط. يلا ايه تمام بدون مشاكل. بس هنا أنا عندك مشكلة شو؟ call enable production. اوكي ها access ما عندك على الداتا. اوكي عادي جدا. sign in sign up هذا عفوا login. ما عملنا شو اسمه. اوكي loading data حلو. طيب الآن يظهر لي person والadd person تمام ما عندي أي مشاكل. خلينا نجي نعمل log out. اوكي الان احنا لوج اوت. طبعا نجي نرجع للكود بصرة. احنا لوج اوت بس ما ظهر عندنا المسج. المسج ممكن يظهر على شكل سي اس اس كلاس صح. لو نجي نقول هنا انا مثلا كنترول في رجعنا التايم اوت. اوكي بس ممكن قبلها نعمل شيء. لاحظ هذا نعمل انتر. ممكن نقول هنا انا اريد سي اس سوري سي اس اس كلاس يعطينا تنبيه فارز طبعا بين التايم اوت وبين السي اس اس كلاس. اوكي alert مثلا danger save. طيب login عمل لوجن. اوكي لوج اوت لا في عندنا مشكلة. عندنا هنا ايرور ايرور بالكونتكست. الاوبجكت هو نود فين. اوكي خلينا نجي نشوف هنا نحن شو عاملين. ذس اي اف اوكي لوج اوت هاي تمام شان. This a flash message. خلنا نجي هنا هذا نعمل enter. اوكي وين المشكلة كم flash messages. طيب هنا عدنا الفلاش مسج راح يسوي لك فلاش مسج سيرفيس ما عندنا مشكلة وياه. انزل للأسفل اللوج اوت. اوكي هاي موجود بروبري دوت شو وتخلي بيها البروبري بهذا الشكل تمام. تمام لوجن يلا تمام لوج اوت. راح اعمل بوز حتى لا ياخذ وقت الدرس ورجعنا مره اخرى وياكم. طبعا المشكله كانت بسيطه جدا انه احنا كان الطريقه صحيحه بس المشكله انه طبعا كل اللي احتاجنا انه هنا أنا ما غيرنا شيء. هذا عملنا على امبورت بدا اخذناها فكرة عنه. هذا المسج موديل الناف كومبوننت عملنا على امبورت الفلاش مسج سيرفيس. هذا بالكونستركتر ايضا وضعناها ونفس الوقت هنا جينا عملنا المسج مالتنا لكن ما كان يظهر كان يعطينا ايرور للاسف لانه انا كان المفروض انه اذهب للاب كومبوننت مركبات التطبيق. انا ما كنت ضايف هذا. لاحظ لما اجي اعمل cut
واجي اعمل سيف من جديد كانت تظهر لي ايرور لما اجي اعمل لوج لاحظ لوج ان. خلينا نجي اوكي لوج اوت كان يظهر لي ايرور هنا انا ما انتبهت عليه. لاحظ this flash message show is not a function. اوكي ما بيظهر لانه احنا مفروض انه نضعها في داخل الكومبوننت ايضا اب كومبوننت. هنجي نعمل هنا سيف راح يعمل ريفرش. لما نجي على اللوجن راح يعمل لوجن. لاحظ تذهب لي الاب كومبوننتس دوت اتش تي ام ال فقط تضيف فلاش مسجز فيها فلاش ناقص مسجز تضعها كتاج. الان لما نعمل لوج اوت لاحظ يظهر باللون الاحمر لوج اوت ويختفي. ليه؟ لان احنا اعطيناه ل 4000 التايم اوت. اوكي طيب انا راح اوقف الدرس نكمل ان شاء الله بالدرس القادم. مع السلامه.